السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وخصوصا المبتدئه الطريقه ديال اللف ديال المحنشه بالعبارات بالغرام بكل شيء، كيفاش تلوي المحنشه ديالها. غادي نخدم معكم اليوم بالورقه ديال الشينوا والورقه ديال التشينوس، مزيونه في الخدمه. هي اول ورقه ديال المغرب، كذلك هي مزيونه في الخدمه ديال المحنشات. الطريقه اللي غادي نوريكم هنا، حتى اللي ما عندهاش الميزان بغات تجيب العبار ديالها مضبوط بالنسبه للمحنشه ديالها، كتعدل واحد المستطيل بحال هكذا، كتطلقوا بالمطلق وكتساوي يجي مستطيل متساوي بحال اللي كنقولوا، وكنقطع شرائح بحال هكذا. كيكون العلود المستطيل واحد 7 ديال الميلي، وكتبقى تقطع هاد الشرائح بحال هادو. وكتشوف العبر ديالك انت اللي باغا الطاوله ديال هذوك المحنشات. طبعا هنايا فيهم تقريبا كيكونوا هذا العبر هذا 12 غرام، كتقدر توزن غير وحده ولا هذا، ولكن تقدر تخدم غير هكذا. الورقه بحال اللي قلت لكم اللي غادي نخدم بها هي الورقه ديال التشينوس او الشينوا، فكنقطع هنايا واحد المستطيل طول ديالو 18 ديال السنتيم، والعرض 6 ديال السنتيم، والعقده فيها 12 غرام. كنحارب الواحد حتى كتوصل لواحد 14 غرام باش كيبقى لنا ديك الجوانب اللي غادي نطوي عليهم جوج سنتيم اولا سنتيم ونص من كل جهه، وكنقطع بحال هكذا. الا كان شي زوائد بالنسبه لهاد الورقه ديال الشينوا ضروري ما تكونش غليطه بزاف، يعني ما تكونش فيه الدورات بزاف، غير الدوره الاولى الثانيه الثالثه لصقوا فيها بحال هذا الشكل. كنعملوها كنضغطوا عليها بهذه الطريقه هكذا باش تعمر الفراغات اللي بقاو، ومن بعد كنلويوها بهذا الشكل. كنكونوا دائما خلينا الورقه اكثر من الحربول ديال اللوز باش كيبقى لنا هذا الزايد سنتيم ونص اولا جوج سنتيم اللي كنلصقوا به، وكذلك اللي كنبداو به في الاول كنلصقوا بالعجينه بالماء المزهر والدقيق صافي، وكنعوض هذيك المحنشه ديالي وكيجيو بحال هذا الشكل، كيجيو رائعين. انا كنشوف العبر هنايا ديال الورقه باش حسبت عطيتكم العبر. نفس الشيء كنطلق هذاك الحشوه والورقه ديالي ها هي، وكنلوي الفراغ بحال اللي كتشوفوا جوج سنتيم في البدايه وجوج سنتيم في الاخر، باش كنلوي على خاطري وكنلصق على خاطري. ها هي كيجيو متقونين فينيين بالعبر ديالهم، كيجيو معاوضين. الورقه ديال الشينوا مزيونه بالنسبه للخدمه ديال المحنشات. الورقه ديال الفيلو ما ننصحكمش بها، كتهرس خصوصا في المحنشات، كيبغيو يجيو مزيرين ومجموعين، فالفيلو شويه كتعذب. الا كانت ما عندكش الخبره ما ننصحكش تخدم بالفيلو. فيلو واخا تكون عندك الخبره ما كيجيوش متقونين بحال هكذا، خصك تخدمهم شي مرخوفين، كيجيو مكمشين ما كيجيوش بحال هكذا. اما بهذه الورقه هذه اولا بالورقه ديالنا في المغرب ناجحين وكيجيو رائعين. وبالنسبه لهذه الورقه هذه ما كيديروهش في الفران، كيتقلو في الزيت صافي. كنلوي بحال هكذا ديك الزوائد بحال قلت لكم في الجوانب ضروري، وكنضغط عليها باش تعمر لي الفراغات كاملين اللي كاين شي هوا، ومن بعد كنبدا نطوي وندور معاها بهذا الشكل هذا صافي. غير كتحكم فيها راه صافي كدور بكل سهوله. اهم حاجه العبار ديالك تمشي عبار واحد باش يجيوك هما كاملين عبار واحد، يعني يجيوك كاملين عبار واحد. ها هما هي بنفس الطريقه ساهلين نهائيا، ما فيهمش الصعوبه. شبر العبر ديالك ديال الحشوه والعبر ديالك ديال الورقه اللي كتلوي فيها فقط، وغادي يمشيو لك عبر واحد صافي. هنايا قليتهم وعسلتهم، انا غير وريتهم لكم هنايا. ما كيطرطقوش في الزيت، السبب ما كيتفتحوش في الزيت البنات حيت خليتهم ينشفوا. هذيك التلصيقه اللي كتلصقوها بالماء والدقيق فضروري تخليهم ينشفوا مزيان عاد تقليهم باش ما يتفتحوا لكم شي. وكان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى يكون كان فيه شي فائده. الى اللقاء.